بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسامة عزت من قناة يلا نصلح. النهاردة يا جماعة معانا فيديو جديد، وهو ازاي هنغير ماكينة السيفون. هنغير ماكينة السيفون بطريقة سهلة جدا، بس قبل ما نغيرها في نوعين من ماكينة السيفون دي، مكنة اللي هي بالضغط ومكنة اللي هي شد. مكنة الضغط دوت إن ما كانش ماركة معروفة ما تجيبوش. ماركة معروفة زي إيه؟ ماركة ديروفيت او كليوباترا او ايديال ستاندر، لان الماركات التانية بتبقى صيني وما بتستحملش معاك، يعني مره مع التانية مع التالتة هتلاقيها باظت معاك مكنه الضغط بالذات الصيني. اما المكن الشد اللي في السوق هو ده ممكن اللي يستحمل معاك، لو ما كانش الماركتين الثلاث ماركات اللي انا قلت لك عليهم ما تجيبش بالضغط، هات الشد على طول. تمام. طيب النهارده عشان نغير مكنه السيفون ديت، طبعا هنمشي خطوة خطوة مع بعض، بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسناش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعة. أول خطوة هنعملها طبعا بنقفل محبس المية اللي هو موصل المية للسيفون. بعد كده أحاول لو السيفون فيه مية أفضيه، طبعا أفضيه من المية خالص بعد ما اقفل، ما اكون قفلت المحبس الميه. الخطوه اللي بعد كده هفك الوصله اللي هي موصله للسيفون، الوصله المرنه دي. تمام. بعد كده في مسمارين ماسكين السيفون دول بالقاعده اللي هم دول، في مسمار هنا اهو الناحيه دي وفي مسمار قصاده الناحيه التانيه. في مسامير منها بتبقى بلاستيك ما يبقاش عليها صدى وفكها بيبقى سهل، وفي مسامير تانيه بتبقى حديد مصديه. طبعا في الحالة دي مش عايزة تفك معايا، هعمل ايه؟ هجيب صفيحة منشار واحطها ما بين القاعدة وما بين السيفون هنا، هحط صفيحة المنشار هنا ما بين القاعدة واحاول انشر المسمار بتاعي عشان يخرج واخرج بالصندوق. انا دلوقتي هفك المسمارين دولت وهرجع لكم تاني. يا جماعة بعد ما فكيت طبعا المسمارين اللي قلت لك عليهم اللي هم ماسكين الصندوق اللي هو السيفون دوت بالقاعدة، اللي هم دول المسمارين دول زي ما انتم شايفين كده، وطلع الصواميل بتاعهم بلاستيك اهم زي ما انتم شايفين، يعني فكوا معايا بسهوله. لو نفرض بقى الصواميل دي حديد هنعمل ايه؟ هنيجي من قبل الصابونه كده ونروح عاملين بصفيحه المنشار قاطعين المسمار ده خالص، وبنجيب طقم مسمار جديد عادي مفيش مشكله. طبعا احنا فكينا المسامير وهنخرج بالصندوق بتاعنا اهو، خرجنا بالصندوق بره اهو كله اهو عن طريق المسمارين اللي فكيناهم. طبعا المكنة السيفون عبارة عن قطعتين، قطعة القلة اللي هي دي وقطعة العوامة، هما دول بس القطعتين دول اللي بيركبوا بيتغيروا. دلوقتي هنشوف ده بيتغيروا ازاي. العوامة ممسوكة بصامولة هنا اهي زي ما انتم شايفين، الصامولة دي هفكها بمفتاح ستونسون، مفتاح زي ده، او لو عندك مفتاح انجليزي او فرنساوي، المهم يمسك على الصامولة دي. وابدأ افك الصامولة زي ما انتم شايفين كده اهو، دي صامولة بلاستيك عادي، فكها سهل يعني. على فكرة والمكنة ممكن تركب من غير سيليكون عادي، لأنها بيبقى فيها كاوتش مانع لتسريب المية. احنا في الفيديو ده بنبين يا جماعة ازاي نفك المكنة القديمة ونركب مكنة جديدة للي عايز يغير المكنة. دي العبارة عن القلة اهي زي ما انتم شايفين اهي، وادي الصامولة بتاعتها. أهم حاجة عندي الكاوتشة دي، الكاوتشة السوداء اللي انتم شايفينها دي، دي اهم حاجة عندي، هي دي اللي بتمنع تسريب المية من القعد من السيفون لما بين القعدة وما بين السيفون. تمام. خرجنا اهو القلة اهو، وهبدأ افك العوامة برضه عن طريق البنسة كده. طريقة سهلة جدا مش صعبة ولا حاجة،
ممكن نعملها في البيت عادي، اي حد يعملها ومفيش حد يتحكم فيه. طلبنا بالعوامة يا جماعة اهو، هذه العوامة بتاعتنا، ادي العوامة بالحنفية بتاعتها اهي، وادي الصنبلة بتاعتها، وادي الصندوق عندي فاضي من جوه اهو خالص. الصندوق اصبح فاضي من جوه زي ما انتم شايفين كده اهو، مفهوش مكنة خالص اهي فاضية. وانا بنصح ان انتوا تجيبوا، لو مش هتجيبوا المكنة اللي هي ماركة زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ما تجيبش المكنة الضغط، هات المكنة اللي هي شد دي اللي هتعيش معاك. طيب هنبدأ نركب بقى دلوقتي. طبعا انا المكنة عندي دي شغالة يا جماعة، بس انا حبيت اوريكم ازاي المكنة بتتفك وبنركب واحدة غيرها. القلة بتاعتي العادي اهي، بغيتها في المكان بتاعها، مفيش، ما حطيتش انا سيليكون، ما حطيتش اي الحماد خالص اهو، زي ما انتم شايفين الجوان نضيف، مجرد هبيتها في المكان بتاعها اهو، وهبدا اركب الصامولة بتاعتي. المهم بقى ماسكها من جوه يا جماعه عشان ما تلفش، تمام؟ بعد ما قربت جامد ابدا اركب الحنفيه بتاعتي بنفس الطريقه برضو، مفيش برضو، مش حاطط لحمات خالص اهو زي ما انتم شايفين، الجوان نضيف اهو. اهم حاجه عندي الجوان ده يبقى سليم، جوان الجلده ده يبقى سليم. ابدا احطه في مكانه، وبرده ببقى ماسكه من جوه عشان ما يلفش وانا برده. هقول لكم بقى ازاي بعد كده بعد ما نقفل الصندوق ازاي نظبط الميه عن طريق العوامه بعد ما نركب، عشان الميه ما تسربش تعلى في الصندوق عن العوامه وتنزل من الماسوره بتاعت القله اللي في النص. بعد ما اقفل هوريكم ازاي نظبط العوامه، وانا عامل فيديوهين لتصليح المكنه اصلا، هبقى احط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت. برضه عشان لو عندك مكنه من الثلاث ماركات اللي انا قلت عليهم في اول الفيديو تقدر تصلحهم وما تغيرهمش، المكن ده ممكن يتصلح عادي، قطع غيار متوفره جدا، القله بتغير لها الجلده بتاعتها، وممكن تجيب العوامه بالحنفيه عادي مفيش مشكله. كده انا قفلت يا جماعه. اهم حاجه نقطه بقى، في نقطه صغيره كده احب انوه عنها برضه قبل ما اقفل السيفون، ادي المكنه راكبه اهي جوه اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين، ركبت اهي سهله جدا مفيش مشكله. اهم حاجه عندي بقى يا جماعه الجوان ده اللي انتم شايفينه ده، ده اهم حاجه، ده يبقى سليم عندي ما يكونش مقطوع، لان ده لو مقطوع هيسرب ميه بين السيفون وبين القاعده، هتلاقي فيه ميه نازله من هنا وميه نازله من هنا، وتقولي انا حكيت الدنيا وما حكيتش الدنيا، لا هو مجرد الجوان ده، ولو مش راكب عدل هيسرب ميه برضه، اهم حاجه يبقى راكب عدل في مكانه، والماسوره بتاعت القله ساقطه هنا، ما تكونش راكبه عليه واربط بالعافيه ويبقى في فرق بين السفون والقعده، لا اهم حاجه الجوان ده يبقى راكب في مكانه والماسوره بتاعت القله نازله فيها، تمام؟ معلش الشرح بتاعي بيبقى شرح ممل شويه، بس عشان تبقى عارف معايا كل حاجه. وابدا احط السيفون بتاعي اهو، ظبطته وظبطت القله بتاعتي، وابدا احط المسمارين بقى بتوعي اللي انا فكيتهم في الاول خالص،
ابدا احطهم في الخرمين بتوعي عادي وابدا اربط. وبعد ما قفلت يا جماعه السيفون بالمسمارين اللي احنا اتفقنا عليهم في الاول خالص، وخلي بالك وانت بتربط المسمارين دول يا ريت تحط عليهم حتتين شحم عشان موضوع الصدى والميه، عشان لو حبيت تفك تاني يفكوا معاك بسهوله. طيب هنربط بقى الوصله بتاعه المرنه ديت بتاعه الميه اللي هي بتوصل للسيفون ميه. وبعد ما ربطت يا جماعه اهوت الوصله المرنه زي ما انتم شايفين كده اهي، هبدا افتح المحبس المايه بتاعي. كده فتحت محبس المايه. المعلومه اللي قلت عليها بقى ازاي اتحكم في علو وطول المايه عن طريق العوامه السلم ديت. يا ريت تخش لي بالكاميرا جوه هنا كده عشان يبين العوام السلم هي طالعه نازله يا جماعه، انا بثبتها بالدراع المشرشر ده على حسب مستوى الميه بتاعي. تمام، اشوف الميه هتملى السيفون فين واروح مثبت العوامه بتاعتي. وبكده يبقى انا ركبت المكنه الجديده بتاعتي، وهوريكم ازاي هنستخدم بعد كده الميه بالسيفون. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الماسوره دي اهي الميه نازله فيها اهي، لو انا وطيت بالعوامه جايه تحت والميه فضلت تملى كده الميه هتفضل برده مسربه في القعده. طب الحل ايه؟ ان انا اوطى بالعوامه لغايه منسوب الميه واروح قافل العوامه بتاعتي على الدرجه اللي هي معموله دي. بعد ما ظبطنا يا جماعه منسوب الميه مع العوامه وزي ما انتم شايفين اهوت، يعني منسوب الميه قبل الماسوره بحاجات بسيطه عشان الميه ما تردش تاني في الماسوره وتنزل في القعده زي ما انتم شايفين كده. وما تنسوش يا جماعه الحاجات اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو بالنسبه للمكنه الكومبينيشن، ما تجيبهاش ضغط الا الثلاث انواع اللي انا قلت عليهم ذكرتهم في الاول. عايز تجيبها صيني النوع الصيني تجيبها شد المكنة الشد، لكن غير كده ما تجيبش. وده احنا ركبنا الخطة بتاعنا اهو يا جماعة وقفلنا واشتغل السيفون عادي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.